ناخذ هذه الانتخابات الجماعيه واللي هي في نفس الوقت الانتخابات ديال الجهات وكذلك بالنسبه للبرلمان، وكلنا امل من اجل استرجاع لمدينه فاس المكانه ديالها والهيبه ديالها. عنوان هذه المرحله اللي غنخوضوا فيها الانتخابات هو كمرشحين ديال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبيه، اننا قادمون وقادرون على تحمل المسؤوليه، وكذلك احنا واعين بالخصص الكبير اللي كيهم مدينة فاس على جميع المستويات. نذكر منها الجانب الاقتصادي والاستثماري اللي تراجع بشكل كبير بمدينة فاس، نناقشوا الجانب الاجتماعي والجمعوي اللي في واحد النقص كبير على هذا الجانب هذا، واللي اللي كيعانيوا منه معظم الشباب ديال المدينه اللي ما عندهمش مرافق، ما عندهمش انشطه، ما عندهم والو في هذه المدينه. نناقشوا كذلك الموضوع الرياضي او الجانب الرياضي اللي كيعيش على واحد الايقاع ديال خصص كبير على جميع المستويات، اللي ما كاينش تنشيط على المستوى ديال الاحياء، لا بالنسبه للاحياء الشعبيه ولا الاحياء الاخرى، بالنسبه للانشطه، بالنسبه الى جينا نناقشوا الجانب ديال اصحاب الاحتياجات الخاصه اللي ما عندهمش نهائيا انشطه، ما عندهمش مرافق فين يبرعوا او يعبروا على الاشياء اللي كتهمهم واللي كيعانيوا منها. الى جينا نمشيو للجانب ديال الناس اللي خرجوا كيف كيقولوا اللي ما عندهمش، بالنسبه خرجوا اون روتريت، اللي ما عندهم حتى شي مكان فين اللي يمكن له يضمهم، وكتلقاهم في جميع الاماكن غير من اجل التواجد. هذه كلها اشياء اللي تظهر لي اللي خصها عنايه خاصه.